هذا يلي دون انتي قبلنا لنوشا ان الله ما يلا عبك هنا عيني خاطر وحاكو الشيئينا دادك اسلامك وانتقاك اني كبت دوارك كلمة هايني بركعية مرس هايني كتنتين بمشو يداو عم بواجرة وحن كالقلب سنيني مجرام ان محايلة هاي ينقر برعف او نيكي محايلة هجاميها هاي نور غيرا هاي او كدام بيو إنه محايلة أن تولد إني أو محايلة عيدة كسوه قامية وحنا قد حيي أو دقال المجرى وحنا قد حيي أو عيسى المجرى إن بلغة ما تضع إني لعيريو دل كدعو نا وعك كدعو ما تضع إني أرسل له بيو هذا عضي وما ندل هذا إني هدي إدو أنا وقا بيش كبولو بيرتا أو ينكاس بعد كسوه دولي ومرستي كتنطي وأن كل يقف من غير حيلين وأن جا يقول لي هذا يا عيسى سوه النهاي بعد لا نقصه ويرن إما هاي البركة عيا مرس هاي نكتون تين بمشو يداو عم بواجرة واحد كل سنين مجرى هم كاسبوع عفوا بي سواي وحيث ما نقول كأن قال هم اللي حب يباب يدرتر يا أكو قاتان ما نقصور تجريسو نمام نقصشي غايو أو مش جوجو أو جلس نمام بلان كهيلة أنا كتب بيا عندها تقول لي عيد وحقيسو تقول لي نمان لي راها حلال له أفا سمتلس أو كعين اللي رانو عير أو بنستي إيجا دكا مساكيتا dadkaas oo barakeeyo maanta xabada kala daalay waa dad beeraley ah waa dad masaakiina waa dad xurqodata ah asagoon cidda u aabayeerin ayuu dadkii xasuuqay wuxuu isugu daray dhac wuxuu isugu daray boob wuxuu isugu daray dhaabac iyo dhimashaba waa ka dhacay afar shan dhaabac iyo hal dhimashaa lala soo tabiyey wixii kalena hadda kulli baaristeediyaa socoto هذه أنا هي أولياش دخلك يا سياتين تبل ويت إجي وحن بقى أسو جيدين يا دولة فدرالك الصومالية مدحوينها مأمورك هرشة اللي مظنة علي كودلا وحسين مدحوينها فدرالك مظنة حش سيد محمود رئيس الوزراء مظنة حمزة رئيس البرلمان وحرمنا لمن كاس باب كوضا أسكو الشيء إني مأمور يهين هرشة اللي كتير سين يهين وحاربنا عناك ومدى الله يقبطه بغد العدو حمان لغمت دحيسو سوري لغمت دحيسو عرب لغمت دحيسو دير سمانه أنه حتى أنه بيروين تكوالي قال أحان إجي وحان دير سنانا هنم اللي رابر الله موسى أفر موسى روب سيوه هم دير سنانا هاي أيها وحان نور دحيا خبير كله عيسى بيلا نور دحيا لمن كاس وهي أسعداء نوربا وهي أسعداء نبات جوك وهي أسعداء تدبوسي ما لا يلي دون انت قبلنا لنوشا ان الله ما يلا عبك هنا عيني خاطر وحان كل شيء هنا ذاتك اسلامك وانت قاك اني كبر دوار انا بوك وحط بايو مقع كبولو دار اهام دك مريجي وحان عطسنا يا هان كديدنا يا ان محايلة هاي ينقر برعف او نيكي محايلة هقاميها هاي نور غيرا هاي او كدام بيو ان محايلة ان تولد ايني او محايلة عيدة كسوه هقامي وحنا قد حيي أو دقال المجرى وإحنا قد حيي أو عيسى المجرى إن بلغة ما تضع إني لعيريو دل كدعو نا وعك كدعو ما تضع إني أرسل له بيو هذا عضي وما ندل هذا إني هدي الدكان كيني واجب سلام المهيني محايلها واقراعين ما تضع إني وحي أبدي إني خيبت أرسل ميسو وحا أدل هذا كرنا ما أردل هذا مينو وحا نسو جيدنا باقا وحا نسو جيدنا محايلها يبدحوينها محايلها قبلك شوية لها دعي مدن علي بود لابي دار أهان مدحوين هبود دولة فرمالكا فترالكا حسن الشيخ محمود محاربا عصي قاس إلا قابو قول الله سكنا يلي مينا كمنا يلي دونو انتي قبرنا قد دميس وقود منينا إليه والسلام عليكم ورحمة الله هدي إليه يقود دي المدحوين هجمريد فترالكا صوماليا وحال الله سعد سينينا إذا مدي معلوس ليدا إيه أباو شيء إيه أطوقو تلقى شيء إن أذكرت دقالاً تو برنامجك عليك دل حريق أقوم مقع درتك ما أنت وحيد جوكتا هنتدي هبكي الدولة دا قرنك عبح إذي رصاصتي عاد ديبتي إن نغوكو ماضو دك ديغانك إجي أي جوكتا
dadkii deegaanka iji ee istaagay ee maanta hadalka aniga ku dhawaaqday ay ku dagaalamayeen maanta in bilcaksi inuu nuur dheere degmadii iji hubkii loo diibay oo inuu kula dagaalamo shabaab loogu talagalay bilcaksi maanta in shacabkii lagu baaqay weyn oo loo deystay sharaf deysa ilaa iyo xalay guryihii maatay iyo waxa ku jiray kulli waa ku gubteen. Guryaha la gubay xaggee ku yaalaan? Guryaha la gubay waxay ku yaalaan eji, ay ku yaalaan shabeellaha dhexe ka mid tahay. Marka guryaha la gubay eji waa khasaaraan waa badan yahay. Haye, khasaara nafeed iyo maal miyaa jira? Khasaara maalaa jira, maana naf ma jirto, maalaa jirto. Marka maal eber waa gubteen. Haye, gebi ahaanba marka tuuladu waa basbaashay miyaa? Tuulada gabi ahaan eber waa wax oo ka yaala male, xataa intuu ku yahay masjidka ku yahayna waa gubay. Yaa gubay tuuladaas? Tuulada gubtay beel la dhahaayo beesha xabaadle aa gubtay. Sababta tuulada loo gubay maxay tahay? Sababta loo gubay waxa waaye beel ka mid ee beesha jariir weyne oo iji la yiraahdo iyo beesha xabaadlaha isku dhacday, sababtaasaa loo gubay. Haye, marka iskahorimaadkaasna maxaa khasaare ah labada dhinac ka soo kala gaaray? Iskahorimaadkaas dhankayga ka sheekeyn karay maane, dhanka kale kama sheekeyn kari. Dhankayga waxaa khasaare oo iga qabtay laba ruux oo meed ah ee maalinta koowaad aan soo qaatay, iyo laba ruux aan dhaawac ah oo xataa ilaa iyo shabeellaha dhexe ay jiraan, ilaa xamar ay jiraan. Haye, marka intaas khasaare ahaan intaasaa iga gaartay. Beledkiina waa laga gubay, hanti male, waxyo dhan, mootowdii, baawurtii, kulli waa ku wada gubteen. Dadkii tuulada deganaa xaggee aadeen? Dadka tuulada deganaa waay kala firxadeen, ilaa iyo baldaamanka, ilaa xamar, ilaa iyo johor. Meel walba, qof walba meel uu ka gaaray ayuu ka galay. Qiyaastaada dadka ka barakacay tuulada iji imisay gaarayaan? Dadka ka barakacay tuulada iji waa 4,000 ilaa iyo 5,000. Haye, maxay isugu jiraan? Rag iyo dumar. Hadda maxaa qorshaynaysaan mar haddii tuuladii la gubay aad sheegtay in aad ka barakacdeen? Qorshahayna wuxuu yahay ilaa iyo maxaan kuu sheegaa aan dantayna aan ka gaarno inayna dagaalka aad joogsanayno. Haye, oo ma dagaal kale aad diyaar u tihiin? Dagaalka ilaa iyo dantayna ka gaaro joogsan maayo, intaasaa hadda qorshaynayna. Dadka tuuladiina gubay xaggee ka soo baxeen oo ay ka yimaadeen? Waxay ka soo baxeen Jallaqsi, agaarka Jallaqsi ilaa iyo waxaa kaba qooyi Qoryaale ilaa iyo dhulkaas ay ka soo baxeen beledweyne. Wax mas-uuliyiin ah oo Hirshabeelle ka tirsan oo arrintan idinkala soo xiriira ma jiraan? Maya maya, weli tuulada la gubay gudoomiyaheeda aniga waaye wax isoo wacay oo ila soo xiriiray ilaa iyo hadda ma hayo.